صالة الملابس المتنقلة هي مبادرة وطنية يطلقها الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع حي الشباب كنون الأردن، تستهدف جميع محافظات المملكة. هذا المعرض في محافظة العقبة يستهدف أكثر من 2500 محتاج من الأسر الفقيرة والعفيفة. يقوم متطوعين هيئة شباب كنون الأردن بمساعدة الأسر الفقيرة في اختيار الملابس والتكييس والتوزيع واختيار هذه الأسر. هذه المبادرة من المتوقع توفير متعة التسوق لجميع الأسر.